يا سلام يا حازم يا بابا، عملها حازم امام، معجون كورة يا ابني، اكسترا مهارات، اكسترا حوال. ادي بقى اللعيب بنص حمولته، بنص ايه، اقل من نص حمولته البدنية، والله بيعمل كل حاجة في الكورة، ناقص يكلمها، اتلعبت له الكورة حلوة حلوة حلوة. زي ما انا بقول، التاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار انصاف اللاعبين. الزمن بيغيرنا شويه، بس انت وهاني رمزي في حاجات مشتركه كده زي شبه بعض، صح؟ بحبه جدا. كان طول عمره مثل اعلى يعني من في الاحتراف، وكان نفسي اقلده، ويعني من اول ناس وقفت جنبي في منتخب مصر 96 كان هو كابتن المنتخب بعد احمد الكاس، كابتن احمد يعني. والبطوله دي انا عملتها بطوله، احسن بطوله عملتها في حياتي، وكان دايما معايا في البطوله دي بشكل جيد، وكان بيكلمني ويقول لي مثلا انا معايا مانجر من المانيا عايزك تقعد معاك، انا بس العب ماتش كويس الجاي، مش كان معايا ستيب باي ستيب. الناس انت بقالك كام سنه معتزل؟ 2008 6 ست سنين. ايه احلى سنه؟ سنين اللعب ولا سنين الاعتزال؟ لا اللعب طبعا حاجه تانية خالص. لا والله، والله بص، كل وقت وليه حلاوته يعني. وانا بلعب ما كانش عندي بقى عيال يعني، يمكن عندي هيا وتاليا شويه، بس كان في اخر ايامي. دلوقتي بقيت يعني بشوفهم اكتر بكتير، بقيت عندي ثلاث بنات بقعد معاهم اكتر، بنفسح اكتر، عندي وقت اقعد معاهم. أيوة، بس ما بيبقاش نفسك كده تنزل الملعب في ماتش؟ طبعا طبعا. احسن وقت الكوره بتبقى زي ما قلت لحضرتك، بتحسي ان انت يعني مالكه الدنيا كلها وانت بتلعبي كوره، شايفه الدنيا كلها حواليكي بتساعدك وبترحب بيكي، تروح اي مكان الناس بتحبك، حتى باختلاف الانتماءات يعني. الحمد لله علاقتي بجماهير الاهلي دايما كويسه. فطبعا الكوره الحاجه يعني هي احلى حاجه في لعبه الكوره، ان هي لعبه وفي نفس الوقت بقت شغله كويسه جدا، فبالتالي انت بتشتغلي اللعبه بتاعتك اللي بتحبيها. يعني في ناس كده تقول لك ده محظوظ ان هو بيلعب وفي نفس الوقت بيجيب فلوس كويسه يعني، وبيجيب شهره، ودي اهم يمكن من الفلوس يعني. فطبعا انك كل يوم، هي مشكله الكوره ان انت كل يوم بقالك 20 سنه او 25 سنه في سيستم، تمرين ومعسكرات وماتشات، تمرين ومعسكرات ومش عارف، دي بس اللي بيحصل. النقله ان انت فجاه مابقاش عندك الكلام ده كله، بيحصل دروب شويه في طيب بعد الاعتزال. طيب التجيل من اللاعبين، وصلح لي اذا كنت غلطانه، حصل يعني حضر فتره التحول في كره القدم بالنسبه للانديه الداخليه يعني. صح. كان زمان الاهلاوي يفضل من المهدي الى اللحد اهلاوي، والزملكاوي برضه من يوم ما يتولد لحد نهايه عمره زملكاوي. حصلت فكره انه لاعب ينتقل بقى من النقيض للنقيض، اهلي زمالك او كده. انتوا شفتوا الفتره دي؟ وبالتالي عايز اسالك سؤال، انت لعبت بره، انما كان ممكن تلعب الاهلي؟ والله بص يعني حضرتك الاهلي، فكر خد وقتك. لا انا اصل الجواب دايما واضح وصريح مع النادي الاهلي يعني، نادي عظيم يعني، من اعظم انديه مصر، هو والزمالك الشرق الاوسط. اي نادي، اي واحد بيرتبط اسمه بالاهلي او الزمالك بيكبر 500%، حتى لو لعيب قد كده بس
بيكبر جدا. فالاهلي يعني اسمك، وفي ناس تقول انت لو كنت في الاهلي كنت خدت شرف. انا بتكلم على شرف الانضمام، وانت راجل مؤدب اصلا وكيس وفعلا هو نادي عريق. انا بتكلم نفسيا انت كنت تقدر تلعب. ساعات دايما دايما لعيبه الزمالك يعني يقول لك لو رحت الاهلي تاخد ضعف الشهره اللي انت فيها دي، يعني مثلا كان احنا يعني في الوسط يعني ان انت لو في الاهلي ممكن تاخد ضعف او ثلاث اضعاف الشهره اللي انت فيها في الزمالك. فلما توصل ان انت تبقى نجم في الزمالك فانت كده يعني ضربت لان دايما يقال او دايما الاعلام الاهلي اقوى نوعا ما. ده كنت بسمعه وانا بلعب، ودايما يقول انت شكلك تلعب في الاهلي. بس انا طول عمري يعني انا اصلي يعني ما عارف ما فكرتش، لان يعني كنت بعيط وانا صغير على الزمالك لما يخسر، اروح ماتشات الزمالك درجه ثالثه انا واصحابي. طب مشجع يعني. ودلوقتي مشجع. لما بيخسر بتعمل ايه؟ بصي وانت بتلعبي بتقل جدا درجه التشجيع، وبتبقي بتفهمي اكتر منك تشجعي وانت بتلعبي. يعني واحد هو بيلعب بتبقى يعني جوه الحدث نفسه، فمتبقيش حاسه باحساس اللي هو زي ما انا قبل ما العب في الدرجه الاولى او بعد ما لعبت في الدرجه الاولى. في احساس كده بيبقى مختلف شويه عن المشجع. يعني انت قبل ما تلعب كنت انفعالي اكتر في الكو في تشجيع في مشاهده الكوره عن ما بعد ما احترفت؟ مشاهده الزمالك بكتير طبعا جدا. يعني كنت بروح ماتشات بقول لك يعني مثلا كنت ساكن في شارع الثوره في جامعة الصيد، كنا اصحابنا كلنا في نفس المنطقه، نروح ناخد كنا صغيرين مثلا 12 فكنا كذا واحد زملكاوي نروح. كان في انا فاكر اتوبيس اسمه 167 بيتاخد من واحد دينا ابو العز يوصل بيكي على ميدان التحرير، تاخد حاجه اسمها خدمه الاستاد. تاخد من تروح على من التحرير تروح خدمه الاستاد ينزلك عند الملعب تتفرجي على الماتش وترجعي نفس الوي نفس الطريق. يعني مش محتاج حاجه وكان الاتوبيسات فاضيه والدنيا كانت لذيذه جدا، وكنا بنروح كتير من نادي الصيد مع بعض يعني. وكنت نروح نشجع ونقعد، وبعد الماتش نقعد ونستنى لما جمال عبد الحميد مثلا او جيل اللي هو قبليه ينزل الملعب، ونقعد نصرخ وتعالى يا جيمي او احمد رمزي او الناس اللي انا كنت بعد كده لعبت معاهم يعني. فانا كنت مشجع يعني، وماتشات زمان كلها كنت بحضرها في الاستاد من وانا كمان صغير. كنت بروح مع بابا الماتشات كلها لو انا فاضي يعني سنه او ما عنديش مذاكره، وكنت بروح الماتشات كلها افريقيا دوري ماتشات كتير جدا ماتشات الكاس. فكان الاحساس المشجع عندي متواجد على طول. دلوقتي او لما لعبت الكوره طبعا قل شويه المشجع وبقيت لعيب اكتر، فبتبتدي تبقى هادي شويه. ما ينفعش تبقى مشجع وانت بتلعب، بتبص للفنيات اكتر طبعاً من الحماس. طبعا ولازم تبقى مركز ان انت وانت مشجع ما حدش عارفك، هتقول هتشتم هتعمل ما حدش شايفك وما حدش عارفك. بتشتم يا كابتن؟ وزمان وانا صغير المشجع اصلا غصب عنك بتطلع منك حاجات. دلوقتي بعملها وانا قاعد اتفرج مثلا، يا ابني العب يا يعني شويه حاجات يعني على خفيف يعني انا ضيع الصوره خالص لا لا طبيعي اي انسان بيقرا، بس مش اشتم بس يعني الكوره بتطلع منك حاجات يعني ادب جم. والحقيقه والله واضح انك بس مع اصحابي لا يعني يعني ما ينفعش افضل مؤدب على طول يعني في حاجات بس يعني انت واصحابك بتبقي فري يعني شويه. ده اكيد لا ده اكيد مش فالدنيا بتختلف، لكن مع الناس لازم يكون ليه في ليميتس معينه يعني. إيه وانت صغير ايه اكتر ماتش سواء شفته في الاستاد او في التلفزيون لنادي الزمالك ومشجعك او عندك وزعلت؟ ماتش الكاس كنت مع في الزمالك ماتش الزمالك والاهلي كاس، كنت في الملعب الماتش ده وخسرنا جون كابتن ربيع ياسين تقريبا، كنا اكسترا تايم وكابتن ربيع جابه في الاكسترا تايم وخسرنا الماتش ده. انا فاكره لان كنت في الملعب كنت متواجد. ماتش الزمالك برضو والاهلي ده بقى كنت كبرت شويه، ده الماتش الاولاني ده كنت مع والدي رايح الماتش. الماتش ده كنت مع اصحابي كان برضو نهائي كاس، كنا 1-1 وزي كان جامد جدا جدا ولعبنا اكسترا تايم وجي فاول كابتن طاهر ابو زيد شاطه ووقعت كابتن ايمن شوقي دخلها جون وخسرنا 2-1 في الاكسترا تايم، وكنا احسن بكتير جدا من الاهلي او قبل الاكسترا تايم سوري. كنا لو لعبنا اكسترا تايم كنا يعني ماشيين كنا هنكسب يعني. الماتش ده فلت بشكل غير طبيعي. دي الماتشات اللي في الذاكره، اي واحد زملكاوي هيفتكر الماتش بتاع جون طه ابو زيد ده لان كان الزمالك متفوق جدا شوط تاني. الحقيقه انه في يعني لحظات حزن كتيرة عدت على الزمالك، بس حصوله على الكاس السنه دي بالتاكيد ادى جرعه. والله احنا بقالنا سنه يعني الحمد لله يعني انتوا مش عايزين تسقفوا نادي الزمالك ده خالص يعني انتوا بتسقفوا لحاج الامام بس الجمهور متعصب على فكره كده الجمهور متعصب. الزمالك اخذ الكاس كاسين في 9 شهور الحمد لله، شاء من شاء وابى من ابى الحمد لله. يعني من زمان ما فرحناش كتير، في 9 شهور خدنا كاسين مصر. وعلى فكره يعني الدوري اللي قبل ده كنا اقرب اليه برضه، مع كنا احنا الزمالك كان مع سكنا مستر فيرا وكنا برضه جيدين جدا جدا، لكن ظروف اللي حصلت ضيعت 3 مواسم كده في الهواء. لكن انا شايف الزمالك ان شاء الله التدريب
بالنسبه لك ايه؟ انا نفسي ادرب. ايه ده؟ جدا. وخدت اول شهاده. ليه؟ لان انا دخلت الاداره الاول، وبعد الاداره وانا في الاداره لقيت نفسي انا بحب برضو، انا يعني بحب الكوره، انا طول عمري بلعب كوره يعني. فاخدت حاجه اسمها يعني بتاخد شهادات خبرات كده عشان تاخد تبقى مدرب، خدت حاجه اسمها الشهاده سي، وانا شايف ان انا ممكن ابقى مدرب كويس، الله اعلم يعني، بس لازم اخد شهاده تانية اسمها برضو شهاده بي، وهشوف بعديها ان شاء الله اذا كنت هحدد. اذا انا ما اعرفش اذا كنت صرحت بده قبل كده، بس انا اول مره اعرف انه انت نفسك تدرب. نفسي ادرب ان شاء الله، انا حاسس انه ممكن اكون مدرب كويس، الله اعلم يعني، هو كلام في الهواء. التدريب يعني واقف مرهون بس بالشهادات اللي انت تاخدها دي، ولا مرهون على حاجه ثانيه؟ مرهون على قرار عندك؟ لا، قرار موجود، بس هو لازم تعلميه شويه، ولازم تقولي للناس ان انت هتبقي في التدريب بشكل قوي. يمكن انا بس كنت ناوي اعمله، بس يمكن اللي حصل بس اخرني شويه يعني، مش مركز شويه، لكن انا هدرب ان شاء الله، او عايز ادرب. الشهادات دي مجرد ان انت تاخدي شهاده عشان بس تاخدي الرخص عشان تبقى مدرب، المفروض بعد كده هيبقى الرخص دي مش اي واحد يبقى مدرب. ممكن تدرب في حته تانية غير الزمالك؟ ما اكيد يعني الزمالك طبعا نتمنى، بس اكيد ممكن ابتدي في حته تانية، لان يعني لو بالنسبه لي ان انا خطه دي بس اخدها الاول اشوف نفسي فيها. الزمالك لو جه طبعا اكيد نفسي اتمرن الزمالك، بس انا عايز اكون اثقل نفسي الاول عشان ما تعرضش لحاجات. التدريب صعب جدا ومشكله كبيره جدا وضغط عصبي كبير يا جماعه، يعني على عينك يا تاجر حازم. بس خلاص الموسم ابتدى. عايز لا بس ما هو انت اي حد يوقف نمهج. اي حد يوقف وسط الموسم بقى نشوف الموضوع ده ان شاء الله. موجود حازم امام، المدرب حازم امام موجود. لا يعني اتمنى اكون كويس. انا عارفه انه بالذات الكره ما بقتش موهبه بس حرفه. انما يعني جميل انه يبقى في مدرب يعلم نشأ لعب كويس واخلاق كويسه، دي تبقى حاجه. بس حضرتك قلت حاجه مهمه، ان التدريب بقى حرفه. يعني كان الاول الناس بتاخدها ان هي لعبه، ان هي حاجه اي حد يعملها، ان هنزل اخليهم يجروا ثلاث اربع لفات حوالين الملعب واعمل شوط على الجون واعمل تقسيمه، هو ده التدريب. الدنيا تقسيمات وبتاع. لا الاول قبلها قلت اعمل شويه الف حوالين حاجات يعني اللي هي طبيعيه يعني. الكوره علم دلوقتي، علم، وعلم بيدفع فيه فلوس كتير جدا عشان تعملي يعني. لو كاس العالم اللي فات ده تشوفي هتلاقي فيه استراتيجيز كتير جدا اشتغلت فيها، في تاكتكس جديده طلعت في كره القدم. مش موضوع ان انا مدرب كويس، انا لازم يكون معايا ستاف كويس، لازم يكون معايا راجل بتاع اعداد بدني كويس، لازم يكون معايا مساعد كويس، ان المدرب مش لوحده هيعمل كل حاجه يعني. سوبرمان دي والوان مان شو دي انتهت يعني، مفيش حد بيشتغل لوحده، معاه ستاف. دايما هتلاقي اي حد بيمشي ياخد معاه الستاف بتاعه اللي هو فاهم هو عايز ايه، عايز ايه من اللعيبه، بيشتغل ازاي، السيستم بتاعه ايه. لكن موضوع ان انا اروح اقول لهم اجروا ونعمل تقسيمه والكلام الفاضي ده انتهى. كابتن حازم امام وانت على الشاشه بتعلق لازم تبقى بقدر كبير من الحياديه، لانه في النهايه انت بتعلق على كل الماتشات وكل المنتخبات، المفروض التحيز الفج. صح. انا عايز اسالك سؤال وتجاوبني بمنتهى التحيز الفج. انت كان نفسك مين اللي ياخد كاس العالم؟ و هولندا. كنت عايز مين؟ هولندا. كنت عايز هولندا. بس انبسطت ان المانيا برضه كسبت، لان المانيا تستحق كمان مع هولندا، لكن ارجنتين مش شايف ان هي ما لعبتش جيد قوي انها توصل كاس عالم. لكن المانيا عندها ميزه ان هي بتبقى عارفه هي عايزه ايه من الماتش، وعارفه تقدر تلعب ازاي المباراه حتى لو مش سيئه، لكن ما تخسرش. دي بقى عقليه المانيه محددين بقى من 98 هم عايزين ياخدوا كاس عالم، بعد يعملوا جيل ياخد كاس عالم، يعملوا جيل جديد يطلع يعمل كره مختلفه، وده يمكن اللي بيشتغل جدا الألمانية. جدا يعني حاجه. طب ده بالنسبه لالمانيا وهولندا، بالنسبه لشاكيرا وجينيفر لوبيز كنت تفضل مين فيهم؟ انا بحب جينيفر اكتر. لا والله. بس شاكيرا مش بطاله برضه. تمشي برضه طبعا يعني، بس جينيفر بالنسبه لي ألذ يعني. على سيرة الجنس اللطيف، احنا بعد الفاصل هنسأل كابتن حازم امام هو مش لابس الدبلة ليه؟ لا مع انه زوج ويعول. خبيت ايدي. مش لابس الدبلة بعد الفاصل. هتخلص. مع
مش دبلة هي اللي بتعمل الارتباط، الناس كلها عارفه اني متجوز. اللي في القلب في القلب. امي قاعده تقول عايزه بنت، عايز سبحان الله انا جبت 3 بنات واخويا جاب 3 بنات، مبقاش في رجاله في العيله خالص، كلنا بنات. هو من اعلى القامات في التمثيل والاداء في مصر والعالم العربي. اني اعجب وهيهات ان ينتهي لاجل. يجب ان اكون قاسيا كي اكون رحيما. المجتمع لازم يعيش هذه التجارب، اكل ومرعى وقله صنع، حصل هزه للشخصيه المصريه. الرياضه حاجه والسياسه حاجه. بتحكي لمراتك عن فانا مالي ما يعمل هو عايزه. دخلت في كام علاقه يعني؟ مفيش حاجه الحمد لله ماشي كويس. ماشي اوكي. مصدقينك مصدقينك.